بالشكل ده، وهنبدأ نجيب اول مكون معايا وهو الخيار. هتجيبي خيارة وسط كده وهتبدأي ان انت تبشريها. هبشرها وارجع لكم. احنا دلوقتي اهو بشرنا الخيارة بالشكل ده، هنبدأ دلوقتي نجيب، معانا كوباية ونجيب المبشرة ونبتدي نصفي بشر الخيارة اللي احنا ايه بشرناها. هنبتدي نصفيها كده في الكوباية بالشكل ده. هصفيها وارجع لكم. احنا كده اهو بشرنا الخيار بالشكل ده ونزلنا المية بتاعته. احنا هنستخدم برضو القشر بتاع الخيار وهنستخدم المية. هنبدأ نركن المية دي دلوقتي كده على جنب، وهنبتدي ناخد القشر بتاعنا ونفضيه تاني في البولة بتاعتنا.